بالنسبة للتسديد جنبها رزق، جنبها علاء علي الشويته زي ما بنقول كده في تيم. طلع الجيش علاء ورزق، رزق يلعبها، اوه جول اوسو كونان. من عملية المتابعة اوسو كونان يتقدم لطلائع الجيش، هنشوفها تاني. تتشاط حلوة، ودي قيمة وسحر الكرات الثابتة يا سادة. نعم في اللعبة اللي فاتت دي صاروخ يا محمد يا رزق. اوسو كونان من عملية الفولو، هنشوف اوسو كونان كان فين. لا هدف شرعي، تمام تمام تمام. المساعد الاول يحيى اللي هو هشام ابراهيم، ولما بنشوف حاجة كويسة لازم نقول يا سادة، لانه كان مأخر نفسه اوسو كونان. وخد العبرة دايما بلحظة التسديد، لما شاط رزق كان في وضعية صحيحة ما كانش متسلل، وبالتالي من عملية المتابعة يتقدم اوسو كونان. مباراة من البداية لما فريق يسجل هدف بعد 3 دقايق اقول لك على طول ان المباراة هتكون مثيرة. وكنت لسه بجيب سيرة اوسو كونان، ما كدبش خبر الافواري وسجل. ضغط موجود بقوة حلوة ملعوبة من هناك. شوف انطلاقة علاء علي، علاء علي، علاء علي بسرعته، بسرعته يقف يستنى منتهى الخطورة. اوبا جوه جول اوسو كونان. مش ممكن، يا لعجائب كرة القدم، يا لغرائب كرة القدم. بقول لك المصري عامل كل حاجة في الكورة ما عدا التسجيل، وطلائع الجيش من المرتين اللي يوصل فيهم للمرمى يسجل. علاء علي لما يبقى عندك لاعب مخضرم ولاعب كبير زي علاء علي، طبعا طبعا. شوف عمل ايه، خد الكرة انطلق انطلق. شوف الفرامل اللي هنا دي، يا 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 يا، على طول خدها مباشرة اوسو كونان الافواري. جرى هو احمد ايمن منصور ووقف استنى وشايف على طول لامح وحاططها كونان عند الدقيقة 36 عشان يسجل في اللقاء المثير جدا طلائع الجيش الهدف الثاني ويصعب مهمة ابناء بورسعيد. مصري دفع ثمن الفرص اللي ضيعها. هفضل اقول درس مهم جدا جدا في كرة القدم، لما يبقى عندك فرص وما تسجلش استحمل بقى ذنبك على جنبك. انما الرجل اليمين ل 28 من الجيش محمود حمدي، ضربه الرجل اليمين لاحمد ايمن منصور. هرجع اقول يقظه الحكم المساعد، خلي بالك مساعدين دورهم يا جماعه قريب في الحاجات دي جدا. رؤوف اتحطت، تقربت تاني، جول جول جول. حلوه حلوه يا كابوريا، كابوريا يسجل الهدف الاول في وقت مهم جدا 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 يا حسام يا حسن. في وقت مهم احمد كابوريا يعيد ابناء بورسعيد للمباراه بهدف في توقيت صعب جدا. وحسام متعصب، كره جت هدف خلاص يا عميد، كان بيعترض على اللعبه اللي قبلها طبعا. انما الدقيقه 38 في الماتش الحلو المثير احمد موسى كابوريا يسجل، وابراهيم بذكاء طبعا. هشام عبد الحميد هيروح يمين، هو ده الكلام اللي بقول عليه. احمد ايمن تترد، لسه الخطوره، اشرف تتصلح، هيجرب ولا ايه؟ شالها حلوه، هو جول هو جول هو جول. اسامه عزب، اسامه عزب، قول له بقى الله عليك يا سيدي مصري وبورسعيدي. يسجل اسامه عزب في وقت مهم جدا جدا جدا. مش ممكن مش ممكن، اي عوده اي كامباك لابناء بورسعيد للنادي المصري. يعود النادي المصري من بعيد ويسجل حلوه. شوف اسامه عزب، شوف شوف، ده القلب الشجاع بقى، قول عليه القلب الشجاع راح فين وانفرد جوه الباك اليمين، كابتن النادي المصري واحد ابناء بورسعيد الاوفياء. اسامه عزب يسجل عند الدقيقه 42 وتصبح النتيجة 2-2. مش ممكن، تحول غريب غريب. طلع الجيش يسجل في أول 3 دقايق، مصري ضيع سيل من الفرص، يرجع طلع الجيش يسجل في الدقيقة 36. في إيه؟ هنشوف. هشام عبد الحميد مناوشات،
عشان كده بدري بدري مش عايز يحصل خلافات. لعب على طول جول يا محمد يا مجدي، يا محمد يا مجدي، الدولي محمد مجدي يحطها في الزاويه الضيقه في وقت مهم جدا جدا جدا، بعد ربع ساعه يتقدم ويقول له شكرا يا عميد، شكرا يا عميد، فرحت كل بورسعيد، وجاب الجول الثالث في وقت مثالي، روعه روعه من الضربه الركنيه فيها الغيبه الدفاعيه، اهي اتلعبت الركنيه ورايح لامس لامس وحاطط محمد مجدي. يا ولد يا ولد يا ولد، بمنتهى القوة تضرب في كتف عماد السيد وتتهادى داخل الشباك في الدقيقة 61. محمد مجدي اللي بقول لك المدافع الواعد، وأشرنا إلى كان عندنا ويا تاني محمد فكري الصغير غير جورج ويا طبعا العالمي الميلان والأسطورة، ده تلعب تاني تتسقط، اوه جول جول يا يردها ويحطها في الجول. عرف السيد، عرف السيد يحطها على خط الجول، ويعترض رمزي صالح بخطأ دفاعي وخطأ منك انت شخصيا يا رمزي كبير جدا في الدقيقة 80. مش ممكن مش ممكن، المباراة المباراة اللي عمالة تروح وتيجي جننتنا معاها. بص اتلعبت ازاي، شوف عرف، لا مش عرف اللي سجلها، عرف العبا واللي سجلها اوسو، اوسو كونان، اوسو كونان يا سادة من البداية. محمد اشرف شوف عرف عمل ايه، الخطأ هنا موجود وعلى طول يحطها اوسو كونان في وقت مهم جدا جدا، كرة ما تخطتش الخط، اوسو كونان هاتريك في هذا اللقاء. مش ممكن المباراة اللي عمالة تروح وتيجي، خطأ من دفاع، خطأ مباشر بعتبره من دفاع النادي المصري والحارس رمزي صالح، ضربة الحرة دي لازم تأمن نفسك كويس جداً.